السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا دانون منزلي في الآلة ديال الياغورت. لهذه الوصفة غنحتاجو كاس العنبة ونص ديال نيدو حليب بودرة، غنحتاجو يطرو لاروب ديال المدافي، واحد ياغورت فاني، كاس عنبة، سكر سنيدة، وكل واحد على حسب الحلاوة ديالو، جوج كيس فاني. هذه هي الآلة ديال تحضير الياغورت، هي هذه اللي غندير فيها انا. واللي ما عندوش هاد الآلة ممكن ملي نحضروا الوصفه يديرها في كويسات ويديرهم في كوكوط فيها الماء دافي وخليها تبات ليله كامله، والصباح يلقى الياغورت واجد. حنا غندير كل شيء في الخلاط الكهربائي، وغادي الخليط ديالنا بعد ما طحنتوه هو غادي نخويه في الكيسان. غادي نعمر هاد الكويسات ديالنا، هاد لي بو ديالنا كاملين، ونغطيهم بالغلاق ديالهم، نغطيهم بحال نعمرهم على هاد الشكل، وغنغطيهم بالغليقات ديالهم ونحطهم في الآلة. انا غادي نكمل ونغطيهم ونخدم البريز، وغادي نخليهم لمدة 3 سوايع ولا 4 ساعات. انا برونشيت البريز وغادي نغطيها وغادي نخليها تبات عفوا واحد 2 ساعات ولا 3. المهم ملي توصل 2 سوايع غادي نحلو نشوفو دانون واش ولا واش صافي عقادو ولا ياغورت. كان مازال غادي نخليوه. غنعاود نكرر، اللي ما عندهاش هاد الآلة كدير غير كيسان عاديين وتغطي لهم الفم ديالهم بالبابي ألمنيوم وديرهم في الكوكوط فيها الماء سخون، وتسد الكوكوط ودير الصفارة ماشي فوق البوطة، وتخليهم ليلة كاملة، الصباح غادي تلقاهم وجدوا. ها هو الياغورت ديالنا ملي تيوجد من بعد ديك الساعتين ولا 3 سوايع كندخلوه ويبقى ويبات في الثلاجة. ها هو كيجي بحال هكايا، تيعقاد وكيجي تماما بحال ديال اللي كنشريو من الزنقة، واحسن لانه محضر في الدار وكنعرفوا المكونات ديالو. ممكن تزينوه بفواكه، ممكن ديروا معاه شوكولات، ممكن تزيدوا فيه مربى ديال المشماش، او لا ديروا معاه السيرو من الفوق. انا كيعجبني هكا طبيعي بنكهة الفاني. هانتو شوفوا في العقودية، واخا نقلبوا الكاس ما كيطيح ما والو، كيجي عاقد مزيان. نتمنى تجربوه ويعجبكم. كيجي عقد بزاف بحال هكايا. اللي عجبتها الوصفه تعمل جيم للفيديو، وما تنساوش تعملوا اشتراك بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. وشكرا، في وصفه قادمه بحول الله.